القضيه ديال الهويه من باب التحليل الى كانت خطاب الهويه موجود في السوق حتى ان رسميا هناك خطاب رسمي حول الهويه المغربيه مغربية كهوية لها مواصفات على المستوى الديني ولها مواصفات على الأخلاقي ولها مواصفات على المستوى ولكن كمجال للبحث كنظن بأن كما قلت في الأول لا يمكن أن نفصلها تماما على الإطار السياسي الذي تتجلى فيه تلك الهوية.